ربنا ميز الإنسان عن الحيوان بإيه؟ ها؟ فكر معايا صح؟ العقل. ربنا ميز الإنسان عن الحيوان بالعقل عشان الإنسان يستخدم عقله في التفكير، فالإنسان يفضل يفكر 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 وفي النهاية يستقر على أنه يكون حيوان، ومش أي حيوان، يقرر أنه يكون كلب. وطف كلب؟ يا ترى إيه اللي ممكن يخلي إنسان يفكر أنه يكون كلب؟ هل مثلا عشان بعض الكلاب أوفى من البشر؟ ولا ممكن يكون في سبب تاني؟ ظاهرة الكلاب البشرية ظاهرة غريبة انتشرت في أوروبا بشكل عام وفي الوطن العربي بشكل خاص، وبدأت تنتشر بشكل مخيف جدا ومرعب. وتعالى أقولك على سر، تعالى بس قرب عليا عشان بره في أوروبا محدش يسمعنا. في وطننا العربي وبالتحديد في مصر في أكتر من 1000 كلب بشري. محدش يقول لحد، تعالوا بس ننزل بالانترو كده ونرجع افهمكم كل حاجه. يلا بينا. بعد كميه الظواهر والاحداث الغريبه اللي شفناها في 2020 مش هستغرب خالص لو سمعت ان في 2021 الاهلي بدا يكسب الزمالك. بهزر والله، انا اصلا ما بشجعش كره لا في مصر ولا بشجع اهلي ولا بشجع زمالك، مش ههزر تاني خلاص، احقكم عليا خلاص. في اوروبا بالتحديد في بريطانيا ما تستغربش ابدا لو شفت المنظر ده في يوم من الايام وانت ماشي في الشارع. المنظر اللي انت شفته دلوقتي وحاسس ان هو غريب قوي ومستغرب منه، لو نزلت بريطانيا دلوقتي هتشوفه بشكل كبير جدا. هتشوف 10,000 كلب بشري يوميا ماشيين في الشارع. انت متخيل 10,000 انسان يفكروا بكامل وعيهم وحريتهم ان هم يتعاملوا معاملة الكلاب؟ بل وبيكون ليهم مدرب خاص بيعملهم زي الكلاب، بيدربهم زي الكلاب، بيأكلهم اكل كلاب وبينيمهم زي الكلاب، وممكن مثلا لو حد ضايقه ولا حاجة يقول له كاتش عليه او حاجة زي كده. بصراحة الموضوع فيه جنان وحاجة في غاية الغرابة والرعب، واللي هتشوفه دلوقتي أكتر غرابة لأنك هتعرف إن الموضوع ده بدأ ينتشر في الوطن العربي ولكن بشكل سري. ولما تشوف النماذج العربية والنماذج البريطانية أو في دول أوروبا هتعرف الفرق بينهم وهتتصدم جدا، خصوصا البنات هتتصدم من اللي أنا هقوله. المهم دلوقتي تعالوا نشوف الناس دول ليه اختاروا إن هم يكونوا كلاب بشرية، ايه تفكيرهم ومنطقهم في حاجة زي كده. المواطن البريطاني بيصحى من وجهة نظره الساعة 6 الصبح عشان يروح شغله، يخلص شغله ويرجع البيت متضايق ومخنوق وحاسس ان هو محتاج يرتاح وينام، فبيرجع يا اما يروح على سريره يا اما بعد يتفرج على التلفزيون شوية ويتنيل يتخمد. اما بقى بالنسبة للكلاب هناك، فالكلاب بتعيش حرفيا احسن من البشر عندنا. انا ما ببالغش، في ناس فعلا مش عارفه تعيش حياه الكلاب في بريطانيا. فعندهم الكلب بيصحى من النوم بيلاقي حد يهتم بيه، بيلاقي اسره تخرجه وتلعبه، بينام حرفيا على سرير من الحرير، بيستحمى بانظف انواع الشامبوهات. يعني الكلب هناك عايش في رفاهيه، في حين ان الكلب بينام 16 ساعه، فالشخص البريطاني او المواطن مش قادر ينام 5 ساعات في اليوم من ضغط الشغل ومشاكل الحياه. فقالك الراجل البريطاني ليه ما عيش حياتي زي الكلب؟ هو مش راجل بس، هو كل الناس رجاله وبنات هناك. قالك ليه ما عيش زي الكلب بالظبط؟ ارجع من شغلي انسى هموم الدنيا والبس زي الكلاب وعيش زي الكلاب واتعامل زي الكلاب. وحرفيا هم حبوا نفسهم ان هم يتعاملوا زي الكلاب في كل حاجة، مش حاجات معينة مثلا، لا هم حابين نفسهم ككلاب بشرية في كل حاجة بيعملوها. ايه اللي بيحصل بعد ما الراجل بيرجع من شغله سواء مدير مثلا؟ يعني انت متخيل مديرك في الشغل لو انت قاعدين في ميتنج ولا حاجة، هو نسي ان هو دلوقتي في الشيفت بتاع البشر فدست على رجله وقام جاي مهوهو جنبك مثلا. فالموضوع فعلا غريب لان الناس دول بيندمجوا مع الحالة بشكل ما يتخيلهوش عقلك، بيندمجوا وكأنهم كلاب حقيقية. طيب تعالوا الاول نشوف بعض النماذج من الشعب البريطاني وهم بياكلوا ويشربوا ويعيشوا وحياتهم عاملة ازاي. هنخش الاول ببنت كان ليها مدرب خاص ومشهورة جدا على التيك توك، بتعمل وتوثق كل حاجة بتحصل في يومها وهي كلب بشري، وبتنشر للناس وبتبين قد ايه الحياة مريحة وهي مبسوطة وهي كلب، وحرفيا كل تصرفاتها في غاية الغرابة. هتشوف دلوقتي المدرب بتاعها هو بيأكلها دراي فود، وبعد كده بعد ما بتاكل بيقول لها جود بوي وهي بتبقى مبسوطة جدا انها كلب. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع لبعض تاني. You want a treat? You want a treat? Sit. Sit.
High five. What am I even watching right now? Sit pretty. Bang. Good girl. Here you go. Here you go. البنت اللي انتوا شفتوها دي اسمها جيجينيا وهي طبيبة عيون، قررت ان هي تسيب شغلها عشان تتعامل مع مدربها الخاص وتعيش حياتها وتكمل حياتها ككلب بشري، وحرفيا هي ما بتعملش اي حاجة في حياتها غير انها بتعيش زي الكلب، والحاجات اللي انتوا بتشوفوها دي مش وقت التصوير بس، لا ده حياتها كلها كده، حتى لو وريتكم فيديو تاني للسرير اللي هي بتنام عليه هتتأكدوا من كلامي، هي ليها سرير كلب مخصص بتفضل نايمة عليه طول الليل، بالرغم من ان السرير صغير مش على قدها بس هو ده المكان اللي بتنام فيه. تعالوا نشوف الفيديو. No, no, stay, stay, no, 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 bad girl, bad girl, you're all wet, no, bad girl, I just gave you a bath, go to your bed right now, go to your bed, right now, you know better than that. ونيجي دلوقتي لأكتر فيديو منتشر ليها على تيك توك، وهو الفيديو اللي كانت بتستحمى فيه في الحديقة في حوض استحمام من بتاع الكلاب، وكانت بتترمى في الأرض زي الكلاب بالظبط، وهو ده الفيديو اللي وصلها للشهرة واللي خلى الظاهرة تنتشر جدا في الفترة الأخيرة والناس تسمع عنها. تعالوا نشوف الفيديو. Bad girl, not again. I just cleaned you. قيس على كده بقى فيديوهات كتير ليها منتشرة في كل مكان، مرة وهي ماسكة حزق في بقها وبتعمل تصرفات في غاية الغرابة، ومرة تانية وهي بتتعامل زي الكلب بالظبط في كل حاجة في حياتها، ولكن تعالوا نتعمق في الموضوع أكتر وناخد نموذج ومثال، هو مثال للكلب البشري الوفي الحقيقي وهو توم. توم هو شاب عمره 23 سنة، بيشتغل في مسرح فني إضاءة، يعني شغلانة توفر له حياة كريمة، ورغم كده اختار انه يكون كده. I can actually fit in quite successfully. And to be honest with you, from there on in, uncomfortable. It doesn't look very comfortable. It's bizarre. It doesn't look comfortable. But then, I mean, you can then shuffle around, you can make yourself a different shape and curl up differently, swap the corners, go to the opposite side. It is very challenging to get on. Because it's custom made, custom sized, it's that much more awkward to get into. Need a fair bit of talc. Most rubber pups in the sort of community do actually need a hand to get in, they can't do it on their own. Whee! Happy? Yep. Right, time for the hood. Got nose tubes, means I can breathe like a puppy. They got my nostrils, and they then come round to the actual puppy's hood's nostrils. Now they're in there. Do theatre work, so I sort of hide in the dark, do the sound and the lights and that kind of thing. I don't want to be seen at work. I don't want to be seen in the public eye. حرفيا اللي الناس دي بتعمله حاجه في غايه البشاعه والقرف والاشمئزاز. كان نفسي كده اقعد وارفع راسي واقول الحمد لله ان احنا مسلمين موحدين بالله وعمرنا ما نعمل كده ابدا، ولكن للاسف دايما في اقليه حقيره مصممه ان هي تشوه صوره الدين الاسلامي في اي مكان. الناس دول موجودين في مصر وهم 1000 كلب بشري. انتوا متخيلين 1000 كلب بشري وكلهم من الرجاله مقتنعين ان هم يبقوا كلاب؟ بالرغم من ان في بريطانيا الموضوع عندهم متعلق بالرفاهية، ولكن عندنا في مصر الموضوع مختلف تماما، ومش عندنا في مصر، انا هقول لكم كمان دلوقتي باقي الوطن العربي فيه قد ايه. الموضوع في مصر عندنا مش موضوع رفاهية ابدا، لان ببساطة الكلب عندنا بيتاخد وبيتعمل به سندوتشات كبدة وبناكلها وبنقول الحمد لله زي الفل، فالكلب مش عايش في رفاهية، ولكن الموضوع عندنا في مصر اكتر اشمئزاز من كده. الألف حالة دول ممكن تكوني أنت قابلت واحد منهم في يوم من الأيام، وبقول أنت لأن معظمهم من الرجالة وبيخشوا للبنات بالتحديد. بتلاقي كده رسالة في يوم من الأيام جالك من شخص غريب، ممكن تكوني قرطيها قبل كده في أي جروب أو في أي مكان، أو تكون جاتلك أنت شخصيا على موبايلك. تلاقي شخص بيقولك أنا كلبك المطيع وناوي أعملك كذا وناوي يحصل فيا كذا. طبعا كلام مش هينفع أن أنا أقوله، ولكن أعتقد الفكرة وصلت.
بيبدأ يزل ويهين نفسه. فالموضوع عندنا في مصر وفي الوطن العربي بدأ يتعلق بالغرائز الجنسية، يعني الناس دول بيحبوا من البنات تهينهم وتعاملهم بشكل قذر ومقزز ومقرف عشان يرضوا رغبتهم. بصراحة الموضوع موضوع مريض جدا، ودلوقتي هوريكم مجموعة من الفيديوهات لناس فعلا بيتعرضوا للظاهرة دي في الوطن العربي وقد ايه البنات بتهينهم. هوريكم بس بعض الفيديوهات اللي ينفع تتعرض، لان في فيديوهات مهينة جدا ما ينفعش اعرضها. وهنرجع تاني اقول لكم باقي الوطن العربي في اعداد قد ايه من الكلاب البشرية. يلا نشوف الفيديو. هنا هل ورايا يا كلب؟ عايزة رجلي تبرق. الفيديوهات المقرفة والمقززة اللي انتوا شفتوها دي تم تصويرها في مصر وفي وطننا العربي وبعض الدول، يعني عندك في السعودية في 500 كلب بشري تم رصدهم، كمان في لبنان في مئات الكلاب البشرية اللي تم رصدهم مش عارفين عددهم بالظبط، وكمان في المغرب بدأت الظاهرة تنتشر ولكن مش بشكل كبير زي عندنا في مصر، يعني مصر هي على رأس الكلاب البشرية 1000 حالة كلب بشري، ودول الناس اللي تم اكتشافهم، اما في ناس كتير متخفية في الموضوع ده في كل مكان في الوطن العربي. فانت كبنت لازم تاخدي بالك من نفسك وتحافظي على نفسك. ربنا يحفظكم جميعا ويحفظ كل بنات المسلمين يا رب يحفظهم كلهم. فخدوا بالكم من نفسكم، خدوا بالكم من الناس دول. لما تلاقي شخص بيكلمك غريب بطريقة غريبة زي كده اوعي تسكتي ابدا. وانت لو في يوم من الايام قابلت راجل من الكلاب البشرية اللي بيعمل تصرفات مهينة بتقلل مننا احنا كرجالة، اوعي تسكت على الموضوع ده على طول كده، اديله كده في وشه كده هو يعني عايزكم كده ايه. بصراحة الموضوع مستفزني انا شخصيا، يعني انا عامل الحلقة دي عشان الموضوع استفزني من جوايا شخصيا، خلى عندي غيظ كده عايز اجمع الرجالة دول واجلدهم كده، انتوا فاهمين. فالساكت على الحق شيطان اخرس، وانا مش عايزكم تسكتوا يا ابطال. شفتم حاجة زي كده اوعوا تسكتهم، اوعوا تطنشهم، اوعوا تقولوا ده حرية شخصية، دي مش حرية شخصية، ده قلة ادب وسفالة. فحافظوا على نفسكم، ربنا يحفظكم جميعا. اتمنى ان المقطع يكون عجبكم، وبصراحة المقطع ده كان من اهم المقاطع اللي انا كان نفسي اعملها، والموضوع ده انا كان نفسي اتكلم فيه عشان احذر الناس واعرفهم ايه اللي بيحصل حواليهم، ونكون على وعي ودراية بالناس اللي حوالينا وقد ايه في بشر فعلا مريضة. فاتمنى المقطع يكون عجبكم. لو عجبك المقطع ما تنساش تنشره مع اي حد ممكن يستفيد منه، ما تنساش تضغطوا لايك للمقطع. كان معكم اخوكم عمر محمد اللي دايما بيحبكم، واشوفكم على خير في مقطع جديد. سلام يا ابطال.